معك حق. بتصدقي اني احيانا بضل واقف عند جمله معينه اكثر من ساعه وبتقفل معي، تقفل بفرد قفله. هذا مع اني رئيس تحرير والمفروض يكون الهامي شغال على طول اكثر واحد فيكم. بقى شو رايك؟ والله اذا عم يصير معك هيك معناها هلا عتب علينا. اي انسه هذه هاتي بشوف، شوفي مواضيع بين ايديك. الحقيقة يا أستاذ أنا ناوية أعمل تحقيق عن النقص الذاتي وإعادة تشغيل الباصات القديمة، بالإضافة لموضوع خاص عن مشاكل الخلية والشبكة، ومحتارة بأن موضوع أبدأ. يا ريت تأجليلي موضوع الباصات وموضوع الخليوي، لأنه في عندي تحقيق مهم بدي كلفك فيه. مو مشكلة أستاذ مثل ما بدك، بس بقدر أعرف شو الموضوع اللي بدك تكلفني فيه حضرتك؟ الحقيقة يا أنسة راديا عم تجينا شكاوى كثير عن مصحة الأمراض العصبية والنفسية الخاصة بالنساء. عم يقولوا انه الخدمات فيها سيئة كثير والرعاية مفتوحة، في اهمال كبير من النواحي الصحية وسوى. فشو رأيك تعملي زيارة لهالمصحة هاي وتعيني كل شيء على ارض الواقع؟ انا؟ ايه انت شو المانع؟ بصراحة استاذ انا مستغربة طبيعتي مهمة شوي، يعني بتطوري انا كمبتدئة وطالبة بكمية الصحافة بكير علي استلم هيك تحقيقات حساسة. هو الحقيقة أنا اخترتك إلك بالذات لأنك أصغر صحفية عنا، بالإضافة إلى كونك حلوة وذكية ووجهك بريء وطفولي. هالشيء يخلي المرضى والمسؤولين يحسوا ببراءة مقصدنا وينطلقوا بالتحقيق على سجيه. بس إذا كنت مالك مرتاحة كتير لهيك مهمة ممكن كلف حدا تاني غيرك. لا لا أبدا أستاذ أنا ما عندي أي مشكلة، بالعكس أنا روح قلبي هيك مهمة، وحضرتك تعرفني قديش حشرية وكثير غلبة، بحب اسمع قصص وسير الناس، بقى هيك شغلة جتني على ايديها ورجليها. عظيم عظيم كثير هالكلام بيسعدني. ها بس يا ترى بتفضلي تكون زيارتك رسمية بشكل علني ولا بتروحي متخفية احسن؟ شلون متخفية استاذ؟ شو يعني؟ اعمل حالي مجنونة وفوت لجوا؟ لا مو هيك قصدي، يلي بقصده انه بامكانك تدخلي لجوا بصفة تانية غير صفتك كصحفية لحتى تعيني الامور على الواقع بدون تجميل او تزوير. والله يا استاذ تفضل روح بمهمة رسمية حتى اخذ راحتي اكثر. على راحتك يا سنادي. انت بتحبي تروحي؟ بكرة او بعد بكرة مثل ما بدك. ليش لا؟ ممكن بس دخيل عيني، بدي اياكي تجهزيلي هالتحقيق هذا خلال شهر على فكرة. ان شاء الله استاذ. خلص اعتمد علي. شكرا كثير. مع السلامة. يا هلا.